أولا أن الإسراء والمعراج جاء نصهما في القرآن الكريم، وقد أنزل الله تعالى في ذلك آيات محكمات. ثانيا أن الإسراء والمعراج هما كانا بالروح وبالجسد، بالجسد الشريف النبوي عليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك المثبتة. ثم الأمر الثالث، ما هي الحكمة التي تعود على الأمة، أي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من أسرار الإسراء والمعراج؟ إن الإسراء والمعراج فيهما حكم عالية، وفيهما انكشافات علمية، وفيهما اطلاع على العوالم الغيبية، وفيهما تكريم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفيهما بيان رفعة مقامه على جميع الأنبياء والمرسلين، وفيهما ما فيهما من الحكم العائدة والفائدة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك الحكم العائدة والفائدة لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت هذه القصة واقعة الإسراء والمعراج فيهما المنافع والفوائد والحكم العالية التي تعود منافعها لهذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام، لذلك ذكرهما الله تعالى في الآيات القرآنية حتى تكون بيانا واضحا لجميع الأمة من أولها إلى يوم الدين.